كده انا جبت اخري عشان منطقة الصخور هنا هتحتاج شغل كتير وعملاقة في ان انا احاول اعدي كل ده، فده اخري. كويس قوي كده، بقى لي حوالي 3 ساعات تقريبا. وبعدين كمان الاهم من كده، انا ما عنديش مشكلة، لكن عندي مشكلة في هذه المخلوقات الصغيرة الكابوريا او غيره. واحدة من دول كافية انها تجيب يعني اموت بيسكلي. مش هموت عشان هي خطرة، لا، عشان هي لو جات على رجلي انا هترعب، لان انا ما بستحملش حاجة تمشي عليا، لا ناموسة ولا اي حاجة. هترعب، هقوم متزحلق في المية، هقوم يعني خلاص وقعت في المحيط. So مش عايز اقرب اكتر من كده عشان انا مش مستحمل. لو اتزحلقت طبعا بالسلامة، باي باي، محدش هنا في الدنيا اصلا جنبي اساسا، يعني انا الوحيد على بعد 100 كيلو، محدش هيسمعني اصلا. فجأة حد معدي اهو بالمركب، لكن مفيش حد اصلا خالص. وبالتالي ابعد عن الكابوريات دي وغنلها از از كابوريا، از از كابوريا، لو از ازوك يا حق از از ايه.